19 السلام عليكم. وقف أركن هدر معاك. يلا وقف دابا. شنو دابا هاد حقرة ولا شنو؟ ونجي نقول لك شنو غادي تجيب. هاجي صاقة. أدمر ما تبقاش تكون فيك العياقة. شوف منين تدفعتي اش خليتي لبراني زعما كل دربنا ها هو غيتسخر مرة أخرى من ما يكون شو غتسخر ليا رحت يدي من الدم أنا تتسخلها سكت نتايا ما تبقاش تحط علي حتى أنت يديك حيد يديك عليا ولا ما تضربوش حشومة يلا زيد من هنا ياسر عندي أنا مالك اش غدير اشنو خوك مال خوك اش يدي لي خوك يبيع الحشيش مال معروفين بالحشيش اوينا من الحشيش بغيتو تقربوها شفره ولا شنو حسان لا راه ماشي ديرو تنعس وسير دابا من ديك العياقه صاغات لي غيتسخن انت عارف اخويا اش يدير مال خوك اش كيدير بزناز اش كيدير يلاه صافي ها هي واحد الزهر اش هي واحد الزهر اش زعما لا جاجي نقول لك اجي كيف زعما خوك خوك بزناز اجي نقول لك اجي سير وقف وقف والله حتى توقف غيديني معاه ديني معاه والله لا خليتها فيك لا انت ولا هو وانا غنوريك غيديوني واخا ما قلتي حتى كلمة العيب ايوا بالسيف راه حيت تسرت الله ياخذ الحق في اللي كان ليا حيله وسباب غادي تمشي غتجيب لي هذاك الشيء وغادي تجي جي دير قطع كسا طلع الدار عندي صافي يلاه هذاك غادي نمشي نشكر الدار سمعتي اش قال لي خويا قولك ما خويا حضر عليا يلا تسخر لك الصحة ولا نمشي نجيب لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم غيخلي لي أخوك الفلان أنا غادي نوريك أشنايا غيخلي لي أخوك الفلان يلا سير وجي عندي الدار
السلام عليكم. مع عمر غضب شبية زاقط حياتها عليه ماشي شبية الدواء جو يخطف زاقط هتسخن لي بكيل احتراماتي ملي كي زاقط غادي هو اللي تسخن ليا مقصيت تدفع زاقط حياتي لي ودفعني وصبرت شي دفعت هو يقول يا سيري خوك خويا راه بزناز راه غادي يديك معاه الحب على انا دوك جوج شدات غندير نتعاير فيهم صلاح لا كاين اخويا راك بزناس انت براسك انك شديتي وحرشك خوك غتعقد عليا حيت شرمي عندي دابا سيري يا سيري صافي سيري صفا منك ويسلسل لك ربي العظام راه ما كنخافش انا كنحتار سيري انا عين حيت شرمي عندي ما كنتشرمش عليك كديري بحال شي سيري ها والله يرحم لك الوالدين راه الكلمه قدات عليا ودوي مع خوك راه حنا جيران زوينين جيران وداك التخربيق بداو يتشفاو فينا عباد الله وليت لي كان فيما نهضر مع شي واحد يقول لي غنخلي لخوك خويا يديك الحبس راه ما كذبش عليك راه اللي غيديني غندي ليه امه صافي انا ما بقيتش تشرمني عني راه ماشي تشرميل هذا على ما كدب انت اش كدير كتصوف في البريوات دير ديال الله نعم ونعم بالله دابا انا ماشي سوق دير اللي بغيتي غير اخوك يوقرني ودابا جيت عندك انت وليتي كتقول لي تشرميل هذا وجه تشرميل يا المشرمل هو نيت انت سير نعيمة سير غير كيف حقك ما تدفعنيش لا سير نعيمة راك انت خويا انت اختي والله يرضي عليك غدوي معاه اصاحبي وكل بنت شي بحال الله كاملين وماك بغيتيني نعبدك راد الزيادة هذه ديال 2080 ولا فوقكم جد من الذراع ترى ضربني وما تجبش لي الكلمة اللي تبقى لي في قلبي انت عارفني انا ضاربة شي شدة فابور ياك صالح يا خوك انا ما كنعرفش من بيني وبينك والو لا دابا مازال صحي كتهضر شي واخا شميت فيك الريحه الدنيا هاني ولا كنا راه منها تكون قرقب وغنشم ديزه وغتقول شي كلمه راه غنوليو في الشكل ديال القطع عليه يلا وسير المدينه ان شاء الله ياك المدينه لا العروبيه خرج من رونتك علاش كتقلبوا واش بغيت تحكروني حيت شخوتي ماتي ولا شنا تفرتك الجوان والله يفرتك لك العمر سيري اختي بحالاتك ما تبقاش تدفع وصافي سيري بحالاتك كنا نخليك عاد اش غدير غنمشي ندي كراري بكم دابا يلاه يا دابا فهمتي كلشي ديالي انا كلشي ديالك كلشي ديالك ايوا تحيه للحكومه اللي مدسره امثالك شوفي صافي سيري حيدي في حالاتك شوف ما يبرد شوف لا ما ترجع خلاص وعيط عليه عيط على شي وحده ما غير شي واحد بحالك منهم نزيدك ولا نحطك على قد يدك ها ماماك مي رباتك عطاتك لخالتك هي اللي ولداتك ايوا تباسطه راه اختك باسطه تاو ولا شنو جوج شدات فابور ما غاديش تحطيو دابا حنا نديرها غير بلا حاجه دري مشيت تعشر معاك ولا حنا ولا الدرب الدري سخرته هو راه ماشي تعدى عليا راه بغى يتسخر ليا راه هو بدا عليا هادي شي قال لي اخويا كيبيع الحشيش غنمشي للحبس هو واش بغى يتسخر لي يعني صاكات مسكين مريم راك انت كدبر عليا راه قالوا لي انت كدبر على صاكات كتبغيني سير وليدي قالك كتبغيني سير سير جينا نتبرى وغنوليو غادي سير ودوي مع خوك خلينا زوينين الله يخلي لك امي زهره يلا يلا الله يعاونك يلا فرتكات ناس جوان ومشي شي سعيدة الله يحفظك ليا الله يعفو علينا على المرقد هذا حبس وما في شيء اللي مرقد فينا راجل الله 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 هو هنايا
لا الرئيس يعني شكشاوه كتعاود اخويا يعني احنا معاهم كنا في الحرب ماشي شي لعيبه اليوم ولا الضحايا صاحبي هما الضحايا عندك مادي فين خالقه مع جوليا راه نتفرج في ديك فيلم ديال عليا شتي ايوا تعالنا صحتك الا بصحتك اصاحبي واش بصحتك جاي من برسطنا راسنا هذيك صاحبي غادي لها اللعيبه غادي لها 100 درهم ولا ما عرفتش شنو غادي لها نعيمه صاحبي من برسطنا صاحبي تمام حنا راه ما عندنا والو راه خص اللي تحكم عندك الله ولكن شوف ماشي الوليات اصاحبي فهم انت ولي جاد لي تدور لك النقشه صاحبي كنضرب لك هذا الساقاط انا ماشي ليا هي انا مشيت حيدت الساقاط من يدي صافي تقول لي ولي راه بعدا شي لعيب مالك خاص نقول اش عندي انا خوك اصاحبي حنا ما بيناتناش اصاحبي انت كتعطيني وانا كنعطيك هذاك الشيء الفريه تم الصباح جيت بزنس يلا نصور الفريه وانت الضحايا اويلي اويلي هو ما هي فرقة عليك اصاحبي نقول لك شي كلمه انا خوك الصغير انا خوك الصغير مالك بنتي ليا بحال لا هاديك عاقل هاديك الحبس وكان صافي الحبس يا غضرب صافي راك حاط على عيني صافي فرق عليك صافي فهمني هذا درك شي عليك ودابا انت يا راجل ودابا انت راجل وانا راجل كنت فاهم مو بعضياتنا صافي خدنا بعد عليها سير الله يسهل السلام عليكم ولكن الا ضربات دابا سير الله يسهل عليك ونقول لك شي كلمة تلعب ورتش انا ما غاديش نتعدى على شي هي راه باغا الحلال صافي عندك يوقع لك شي مشكل مع وانت اللي عندك لا يوقع لك شي مشكل صافي ما عندو ما يوقع ونخليك هادشي غادي عاوتاني وانت انا كنت بغينا نريح نعس راه الليل وانا باغي انا صاحبي نشط الزيت حكينا نريح نعس صافي يا صاحبي هذيك الدري انا كنبغيها صاحبي منك لي اخويا ضرباتك ولا صيفطاتك للحبس ما تجيش عندي تقول لي يا خويا عمر راه اللي كاين واش انا ضارب انا وياك السبعه وغتصيفطني الحبس شد تدخل وتخرج في الهضره صح صافي وصافي ما خافش عليك انت يا راه باقي عزبه صح صافي يلا نحيد فحال هكا حكينا صح وما تا بالليل ما تغبرش وصافي يلا حيد يا ترى البروش انا ولدي لي شي مشكله قال لك كلشي بغيها وكاع حنا غنضربوها حنايا هو قال لك كلشي بغيها حب فين هو الحب تفرجوا حنا فعاليا يا جو بس والله اسمع من فين شكشاوي صباح اخويا وانا كنتسنى في السلعة اخويا تجي على مولانا اخويا من الصباح وانا كنتسنى يلا اخويا راني حاقد دابا يلا يا الله يستر الامور يلا يا السلام عليكم ما خوك فراه معايا الدليل درت لك قبل سموشي انا ما كنتقاداش بحال الضو
هادشي جمع راسك انت هو دري غادي يديك الحبس تبيني الحبس انا راه غادي نديك الراود انا انت ولا هو زوج اللي غتمرق عليه راه قال راسي هاتيني قبل ما نمشي باغي تقول شي حاجه انت دري وهو دري انا دري وهو دري انت شوف هذه المشاكل قبل ما تمشي لا واش قلت واحد كلمه ما تقلقش قول عشان يحضرني ويحضر الدري ما نقول ليه يديني الفلوس وأما شفت له حاجة وحدة ما تكفيني زعما شفتوش معاك وتبقى صحة عليك دابا اللي عجبك انت انا اللي عجبني كل واحد يشتي قارو فيا حيت اللي غادي يجبني ويقول لي غنديك الحبس غندي ليه ماما اللي غتجيب ليه الحبس يا سيدي سيرك عزيز سيرك تترك عزيز تترك عزيز انا غادي نتزوج لخويا الدرب الله يخليكم في الدرب والامان اللهم امين يا رب العالمين محبا قبل هذا كيسالك في الحشيش اللهم امين الحمد لك يا خويا بهذا كيسالك دابا انت شتقول الله اللي قال السكر هذا تحيي البلاد نبيع الشباب قلت لي دابا انت اللي تخاوي المستعمل اذا كسيده ولا شدو على علمك الله سبحان الله المسلم تمرق ديال البطاطا ولا ديال الخيزو شوين عزيز عليك الغا عزيز الشفاوي والله يداوي انا كنصلح بحالك انت خويا صالح راك عزيز عليا خلينا زوينين بلا ما نولوا بحال هادي راك عزيز عليا وامي زهره كنموت على وفاتها هو خوك غيبيعك العجل راه شفار ايوا هضر بالحق حيت انت قالوا لي كتهضر بالحق انا رختك ياك باغي تحكي لي الحبس وجالس عليا اختي الله يحفظك انت صفي هادوك الا ما صفي هادوك انا راه ماشي ناعمه شكسي تاعك ما قديتيش تحط يديك عليا ولا شنا مضروبه من عند الله مضروبه من عند الله انا تيرسي ولا سويفي راه نمشي للحبس على رجلي ولا غادي نمشي في الطاكسي سمحي لي سمحي لي انت هو المدير الجديد وانا بعدك يعجبني راسي ما كنتصرف ما كنتندغ بحال حليب المعزة انا بزناز يقطع ربي تبزنيز وما يجي منه راسك الغراف الله يجبدني شي واحد وباقي يقول لي الحبس تيلقى امي يمشي حدايا انا كنسلق وهي كتقشر ايوا بالسلامة الله يعاون
انا جاي ومشي انا بشي لك انا غدا نشوفو شويه لانني تعصبت مع عمر والبارح بالقبيله كان الزباط قلت له هذا غسلت حاشا كثار في العويله وجاي على اساس باش غادي نمشي نطلع بحال هذا نقصي دايزه كاينين الدراري كاين توكا انت يا العياقه هذه قلت انا قلت شوف غتوقرني عليك ولا غنولي معاك شي حاجه طن طن اللي غتوقرني عليك ولا غنولي معاك في شي حاجه بدات تزايد معايا في الهضره رانا الشاهدين راه كانت بنت عمي خوله قلت لي شوف غنقول لك جوج كلمات انا ملي مشيت لجوج شدات خابور ما بقيتش كنخاف من حتى شي حد من غير الله والحكومه نحترمها وما كنخافش منها حيت ما كنديرش علاش ما قص هو يقول لي شتيها نكون غادي غادي قلت لها انا غندي لك امك باش ما تجيبش لك الكفه باش وليت غسل سيادك تما تقاشر واخا انا سهمي ماشي سهم من هاد الهضره هادي ياك تكثر عليا انا ولي البارح عمر دا 1000 ريال زاكر ياك وقبيله هو دابا انا نمشي للقهيوه ونجي قبيله راه تشكيت فيه راه غتكون شي حاجه راه غادي نوليو في شي حاجه اللي هي ما كايناش ولا كنتي متفق معايا قولي يا اختي نعم رانا متفقه معاك واش ما عارفنيش مشيت انا للحبس فابور عارفنيك متفقه ها راه ولد خويا هو دابا عنده 11 عام وسمع من عند الناس بانهم داروا لصاحبتي الفريد في الخبز وانا مشيت معاه ياك الثانيه ديال الضرب والجرح ما دايره فيها والو حتى هي تبداو تعايروا نفا وخو انت عارفو بزناس كيبيع الحشيش والفريد انت مغاده اي ولا يا ولي لا اله الا الله كلشي غادي غير هو انت اللي كنت عايطوا لي يا مراد سي قول لي يا مراد اجي تكدور في عينيك اجي تقدر قبيله وانت سامر اصاحبي قولي بغيت تكدر الله
والو صاحبي هذيك اختنا غنوليو مخلي لها الحبس هذيك صاحبي قصر بابن والو انت تعلمت تربي بنادم يعني يمشي بحال هكا قبيله كنا قلنا ليها راه الريال قبل ديك الليترا حيت لي 1000 ريال حيت لي 1000 ريال تمنيت بحال لي 1000 ريال نسحبو شي عنصر ولا شي واحد يا يا هضر مع هادو ما تعدو عليا هادو شكون اللي ضربك؟ تعدى عليا هادوك راهم جوج داك الخوت مشموتي تعدو عليا نعيمة بزاف تعدو عليا هادي هادي حقرة ديال نعيمة ولكن شنو طرا في ركوبي؟ ما عاد قال لي قلت لها ليا وقلت لها ليا قال لي من الشق شنو جاتك؟ ها؟ انت تغيتي هكا نهضر معاك انت تغيتي يلاه بين لي بالك ها هو تا هو هذا ها هو قويت هذا راه قويتي انا لا غا اليوم انا غادي نبدا معاكم وانتم ما ماتوا غنبدا معاكم انتم لا انا معاكم مال ها تعدوا هادو شنو اش عندك ما تضرب شنو يلا اش عندك ما تضرب يلا انا غنوديك اش عندك ما تضرب قالت ليك ها والله تعال ما عندك ما غادي تضرب دابا انت هو الرابع ياك والتسير ولا غادي اش عندك ما غادي دير والتسير اش عندك ما لا ما تحكيونيش واخا نتوما بجوج وانت عندك ما غادي دير شد شد يلا طيح يلا يلا اي اي واحد تخاف واحد تخسر يلا وسير شوف رانا عيمانة يا ولد وسير عند مامك تخيط ومنين تبغي تهضر هضر مع دريا في صفت راشد وانت سير انا حتى ما غنتحضرش مالكم نتوما تخيطوا في الدرب الخوت ديالي كنتمنىكم بانكم تقبلوا على هذه القصه اللي وقعت ليا وهي ماشي للتقليد وسمحوا لي